لجميع البنيات التابعة للوزارة سواء المركزية أو الجهوية أو المحلية من خلال إحداث خلايا للإنصات والاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية والعمل على تعميمها. وضع المنصة الإلكترونية مرصد لتتبع تطور عدد حالات العنف بالوسط المدرسي وإحداث المراكز الجهوية والإقليمية لرصد العنف بالوسط المدرسي وإبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات مع المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، ولإرساء دعائم مدرسة المواطنة والمسؤولية تم اعتماد مقاربة تربوية بيداغوجية ترمي إلى تبني آليات للشغل الكفيلة بتربية الناشئة على قيم التعايش والانفتاح والمواطنة والسلوك المدني والتضامن والإخاء واحترام الآخر، سواء من خلال مضامين البرامج الدراسية المحررة أو تطوير حقيبة بيداغوجية من أجل تكوين المكونين بالتثقيف بالنظير تم إعدادها بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك، أو بلورة وتطوير عدة مناهضة العنف بالوسط المدرسي. وفي سياق ذي صلة بدعم ومؤسسة الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، تعمل الوزارة بتنسيق مع مختلف البنيات الإدارية على إحداث ومصاحبة عدد كبير من الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، ولا سيما في مجال التفتح الفني والأدبي لإتاحة الفرصة للمتعلمات والمتعلمين إمكانية صقل مواهبهم وإبراز مهاراتهم وتصريف طاقتهم في هذه الأنشطة وبناء السلوكات الإيجابية، كذا تحسين التواصل والتعاون بين المؤسسة والأسرة بخصوص التلاميذ الذين يعانون على مستوى الدراسي والنفسي، وأيضا إبرام اتفاقية شراكة بين الوزارة والرابطة المحمدية للعلماء وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مارس 2018 بخصوص تنزيل برنامج دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكيات المشينة بالوسط المدرسي. كما عملت الوزارة على تبني المقاربة المسطرية الإدارية الزجرية التي يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء، والتي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة التي تنص عليها المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه رغم المجهودات المبذولة للوقاية من هذه الظواهر والتصدي لها عبر مجموعة من المداخل والشراكات، فإنها تبقى بحاجة دائمة إلى مزيد من التنسيق واليقظة والتعبئة من قبل الأسر والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع ووسائل الإعلام السمعية والمرئية والإلكترونية، لا سيما في ظل الانتشار المهول لوسائل تواصلية جديدة حاملة لقيم مغايرة يصعب ضبطها ومراقبتها، حتى تتمكن المدرسة المغربية من النهوض بالدور التربوي والتعليمي المنوط بها. حضرات السيدات والسادة، إن امتلاك الشباب لثقافة المواطنة والتمسك بقيمها ومفاهيمها يعتبر الجهاز المناعي لجسم المجتمع، إذ يمكن هذه الفئة من مواجهة التيارات الهدامة الدخيلة على مجتمعنا تحت أقنعة شتى، ويزودهم بالوعي الكافي للتعامل معها وتحمل المسؤوليات الوطنية والمجتمعية. ومن هذا المنبر ودعما لجهود مناهضة العنف المبني على النوع بالوسط المدرسي، أدعو إلى المزيد من تكثيف الجهود ومواصلة العمل من أجل إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات، أجيال متشبعة بالممارسات الديمقراطية وبروح الحوار وقبول الاختلاف والمساهمة
في دعم مجهود التعبئة المجتمعية من أجل إدماج القيم والمبادئ الأساسية للهوية الوطنية بكل روافدها وأبعادها الدينية واللغوية والثقافية والحضارية والتربية على القيم، قيم المجتمع الديمقراطي الحداثي ومحاربة العنف والسلوكيات اللا مدنية والمساواة بين الجنسين والإنصاف وتكافؤ الفرص وتعزيز عدد من الممارسات كثقافة الحق والواجب والنزاهة والاستحقاق والمشاركة وثقافة التسامح والتضامن. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أنوه بالمجهودات التي يبذلها الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل من أجل الانخراط في هذه المحطة المهمة خدمة للفتاة والمرأة المغربية والمساهمة في ضمان حقوقها ومحاربة كل أشكال التمييز التي تطالها في جميع الفضاءات العمومية والخاصة. شاكرا لكم العمل الدائم والمستمر لما فيه خير بلدنا ومدرستنا المغربية، مدرسة المواطنة، مدرسة العدالة، مدرسة دامجة، آملا في المزيد من العطاء في هذا المجال وفي المزيد من التطوير العمل والبحث في السبل الكفيلة لتحقيق ما نطمح إليه جميعا. وفقنا الله جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.